للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت العميد يوسف الجدمة الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك سيادة العميد. إذن يعني تصريحات مختلفة عن الضربات ومحاولات ل يعني اتخاذ الحيطة والحذر إن كان في إيران إن كان في مناطق أخرى، ومنذ الصباح ونحن نسمع عن تصريحات أيضا تتعلق بأن الضربة آتية لا محال وبأنها سوف تكون قاسية. ما السيناريو ربما الأكثر قربا للواقع فيما يتعلق بالتعامل مع الاستهدافات التي أجرتها إيران في إسرائيل؟ كل ما نشهده في هذه الآونة هو يوميات الحرب. الحرب بهذا من هالنوع هذا منها حرب مثل حرب كلاسيكية، حرب رح تاخذ وقت طويل. من هلا بلشنا نتوقع مدة سنة أو أكثر. هالردود هيدي انه اسرائيل بتعمل فعل ضد ايران، بعد فتره ايران بترد، وهلا متوقعين انه اسرائيل ترد، يعني رد برد. ما في معارك متواصله مثل الحروب الكلاسيكيه اللي فكرنا بالتاريخ. المتوقع من اسرائيل اكيد عندها قدره على الرد على كل شيء رد، والرد ممكن يكون على درجات، مؤلم جدا، وسط او خفيف او مجرد رساله. عم نقرا انه ناطرين حسب درجه الموافقه الامريكيه على الرد، حسب السقف اللي بتسمح فيه امريكا، دعم فعلي ودعم بالسياسه وبالمواقف يعني المؤسسات الدوليه. فاكيد في رد، اكيد في رد، لانه الحرب طويله وايران داخله على الخط وما فيها تتخبى. ما هي إيران عم تغذي وبتحرك الميليشيات بكل البلدان اللي هي بتسيطر عليها. نعم. والإسرائيلي بيعرف، دائما بيقول إنه رأس الحية رأس الأفعى هو إيران. لذلك معروف يعني إيران هي ماس يعني رئيسة الأوركسترا كلها سوا الحربية. راح تأخذ وقت طويل، راح تكون في كتير ردود وردود مضادة، لكن درجات هالردود كل مرة بنتوقع شكل. نعم، يعني على الرغم من كل هذا، لكن كلنا نعلم بأن إيران غير معنية باندلاع حرب، وبأن تتطور هذه المشاهد، وبأنها قد تكون الخاسرة وستكون الخاسرة ربما الأكبر، وتحاول منذ فترة طويلة الاعتماد على الحروب بالإنابة، ضرب استخدام أذرع عسكرية وما إلى ذلك. ما الذي من الممكن أن يعني يخرج هذا المشهد عن السيطرة؟ الكل يعني حتى اسرائيل بتقول ما بدها حرب شامله، وامريكا ما بدها حرب شامله، وايران بتقول ما بدها حرب شامله، لكن الحرب مستمره كان مباشره او بالواسطه. الردود المباشره اللي عملتها ايران، ما هيدي شو؟ ما هيدي حرب كمان، لكن مثل كانه على مراحل مقسمه، على مراحل، كل مره بيدفعوا قسط. كله وارد انه تتحرج الامور، بس إسرائيل ما لا تقدم على حرب مباشرة وواسعة وشاملة مع إيران إلا بدعم أمريكي. لحالة بتكتر عليها، بيتقل عليها الحمل، ما فيها لحالة. يعني أنت تشير إلى ضرورة الدعم الأمريكي، ولكن إذا أردنا أن نقرأ المواقف الأمريكية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى اللحظة، يعني حتى تصريحات المسؤولين الأمريكيين تتحدث عن أن يعني نتنياهو من يصنع شكل هذه المرحلة ويحاول تشكيل إعادة صياغة شرق أوسط جديد، وبالتالي يعني أمريكا حتى الآن تتساوق مع الخطط الإسرائيلية. يعني هل ترى بأنها يعني هي فرض أمر واقع، أم أنها بالنهاية مصالح مشتركة؟ أمريكا مضطرة لحماية إسرائيل ومساعدتها، أصلا ساعدتها كثير، يعني السلام اللي عملته مع مصر ومع الأردن والتطبيع اللي عملته مع بعض دول الخليج كله برعاية ومساعدة أمريكا. وكل ما تعرضت إسرائيل لخطر أمريكا موجودة بالميدان، مثل حرب الـ 73 هي أنقذتها، وإلا كانوا وصلوا المصريين على حدود إسرائيل أو فاتوا على إسرائيل. لكن في قطبة مخفية دائما، نعم، إنه إسرائيل وجدت لتبقى، واي تهديد لوجود اسرائيل يلي بيفكروا انه بكبوا اسرائيل البحر
لازم يفكروا انه اسرائيل ما عملت مفاعل نووي وامتلكت 200 راس نووي على الاقل هيك على البلاش، امتلكتهم لا تستعملهم لما وجودها بيتهدد بالخطر، ما راح تنكب البحر ببلاش وبهالسهوله. نعم. وبعتقد امريكا حامله مسؤوليه عدم دفع اسرائيل لاستعمال السلاح النووي، مشان هيك بتخليها ضمن حدود مضبوطة وحيث يلزم بتساعدها لتخطي الصعوبات. بعتقد أنا باعتقادي أنه هاي هي لطب المخفية التهديد باستعمال السلاح النووي. وأنا سمعت خبر ما بعرف إذا مزبوط أنه سنة 73 إسرائيل لما انغدرت والمصريين اجتازوا خط برلين والسوريين فاتوا على الجولان هددت باستعمال السلاح النووي، لذلك دخلت أمريكا بقوة على الميدان وعدلت الموازين. نعم. هلأ التهديد بالسلاح النووي سمعتوا خبر بس أنا مني أكيد ما قادر أتأكد منه كأنه مضبوط صار أو لا، لكن منطقيا معقول. نعم. طب يعني هل هذا له علاقة بمن يمسك زمام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني نتابع تصريحات دونالد ترامب الذي يتحدث عن أنه لو كنت أنا رئيسا لما حدث كل هذا، مع كل ضربة مع كل رد مع كل فعل إن كان لإسرائيل لإيران لحزب الله في قطاع غزة يتحدث عن نفس المبدأ، لو كنت أنا لما كان قد حدث ما حدث. وبالتالي هل هذا الموقف الأمريكي له علاقة بمن يتولى زمام الحكم، أم أنه هو موقف استراتيجي لأي إدارة قد تتولى هذا الأمر؟ تختلف طريقة التدخل. لو كان ترامب مثلا الرئيس كان أنه بيتدخل بشكل أشد حتى يردع كل الفرقاء من مهاجمة إسرائيل، هيك بعطيه. لكن مين ما كان يكون بأمريكا بهالعصر الحالي وهالسنوات الحالية ملزم بحماية إسرائيل. ليش ملزم فيها؟ على طول اليهود من وقت ما قرروا إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين من مؤتمر بازل 1867 دائما عندهم مين يسندهم، يعني الجالية اليهودية منتشرة بكل العالم بقوتها المالية والعالمية كل شيء، دائما عندها دولة تسندها. طيب. يعني دولة مرة بريطانيا مرة فرنسا، يعني بعتقد المفاعل النووي من فرنسا وطائرات الدراج الأولى اللي جابوها من فرنسا، بس شافوا أن أوروبا ضعفت وأمريكا اللي طلعت على المسرح الدولي كمان انتقلوا على أمريكا. وبعتقد أكيد إذا أمريكا ضعفت والغرب كله ضعف راح يلاقوا مرجع تاني يسند. طب بالعودة إلى الميدان، دعنا نتحدث عن شقين، ما يتعلق بالاجتياح البري لجنوب لبنان أولا، يعني ما شكل هذا الاجتياح وهل سوف يكون فعلا، يعني حتى الآن تحاول إسرائيل دخول من مناطق مختلفة، تم التصدي لخمس محاولات اجتياح حتى الآن، وهناك محاولات لتضليل ما يحدث على الأرض، يعني ما يعني الخطط الاستراتيجية التي قد تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق هدفها من الاجتياح البري؟ الاجتياح البري ليس سهل وليس نزهة، لأنه حزب الله حضر حاله منيح، يعني كأساليب قتال وكتموين، وحتى عنده أكيد عنده مخازن سرية مخبأة أو محمية تقدر يتابع القتال. وأهم شيء بالقتال هو كفاءتهم التدريبية العالية ومعنوياتهم القتالية العالية، عندهم إرادة قتال صلبة يعني أقل نظيرة في العالم كله، على أساس التربية الإيديولوجية اللي عم يتلقوها بالتواصل من الثمانينات وبالطالع من وقت ما بلشت إيران تدعم هالثورة. لذلك امبارح أوقع فيهم خسائر جسيمة، ومن هيك الاجتياح البري ما راح يكون سريع، ويمكن لانه برزت صعوبات هونيك بالدخول البري، يعني ما عاد فينا نحكي عن اجتياح، على قليل دخول لمسافه قصيره بهدف على قليل يفتشوا على الانفاق اللي ممكن تكون موجوده، مداخل الانفاق من جهه لبنان، ويبعدوا جماعه حزب الله عن الحدود الفعليه.
هل الدخول هل الاجتياح صعب؟ صعب وبيكلف اسرائيل كثير. لذلك اسرائيل راح تنتقل، يعني بتقديري راح تنتقل للمحل الاسهل لها، وحيث هي متفوقه الاسهل لها هو القصف بالطيران. هيك القصف يعني متواصل بكثافه على كل البيئه الحاضنه لحزب الله بلبنان. نعم. كان بالضاحيه الجنوبيه او وين ما كان، ببيروت وبلبقاع وبجنوب. فمشان هيك وين في صعوبه راح تتحول على المكان الاسهل، مكان بتدمر. حتى انه اهدافها بلبنان، اهداف حزب الله المنتشره المعروفه ان كان بالضاحيه او بالبقاع او الجنوب، انه تقريبا ما عاد في اهداف مهمه. بتضرب بنايات على الماشي، بتضرب مجموعات ابنيه، حتى انه ممكن يكون فيها حدا هدف لحزب الله او لا. نعم. طب نعم. تكتيكيا واستراتيجيا، ما الذي يعني ما الذي من الممكن ان تحققه اسرائيل من خلال الدخول البري، ولا يمكن ان تحققه من خلال الاستهداف عبر الطيران، وخصوصا انها يعني منذ بدايه هذا التصعيد اثبتت بان لديها القدرات على الحصول على معلومات استخباراتيه دقيقه حتى دون ان تكون موجوده على الارض؟ نعم، أكيد عنده قدرة تكنولوجية للحصول على المعلومات، ومن اعتبارها من 2006، 2006 تعتبر هزيمة، رغم أنه لبنان تدمر وإسرائيل اضطرت تعمل تسوية على الأراضي من 1701 بحزب الله منتشر بكل لبنان وبقي قوي. بما أنه بقي قوي وموجود حزب الله، معناتها هزيمة لإسرائيل. هذا العدو بقي محله يعني واستمر بالقوة. لشوفها تعمل إسرائيل باستراتيجيتها لترد الأمل لشمال إسرائيل ولا تسترجع هيبتها، الهيبة الردع، أنه هي إسرائيل بدها تتعامل مع الجار لبنان كدولة لبنانية. نعم. مش أنه كلا دولة مش مسؤولة عن شيء وإلى امتدادات حتى إيران متحالفة. هدفها الأسمى والمثالي لها انه تقضي على حزب الله نهائيا، وتكون الدوله مثل ما ورد بالاتفاق بالقرار 1701 والقرار 1559، انه تكون الدوله اللبنانيه باجهزتها الرسميه والشرعيه مسيطره على كل لبنان، ما في سلاح غير سلاح القوى الشرعيه اللبنانيه. تتوصل اسرائيل لهالهدف بما انه حزب الله عقائد صلب يعني، وتبرسوا على القتال ومسلحين ومنتشرين بكل لبنان وعندهم امتداد لسوريا والعراق وايران. الامر منه سهل، مشان هيك رح ياخذ وقت طويل، وما عنده وسيله اسرائيل الا التدمير. نعم. تدمير لبنان. طيب بس تنتهي من تدمير المعالم الرئيسيه بالبيئه الشيعيه. نعم. انا برايي رح تنتقل لتدمير بنى تحتيه للدوله اللبنانيه ككل. نعم. مشان يعني توجه ألم للمجتمع اللبناني كله تتقلبه ويعمل ضغط على حزب الله بيه. وهذا ما اعتادت أن تفعله إسرائيل خلال السنوات الماضية، لكن يعني إسرائيل كانت وما زالت تتوقع أن يكون هناك مفاجآت عسكرية تواجهها على الأرض عندما تحاول الدخول، ومع استمرار هذه الهجمات، ما نوع المفاجآت التي من الممكن أن يعني تكون لدى حزب الله والتي من الممكن فعلا أن تعرقل الخطط الإسرائيلية؟ حزب الله قبل ما تم اغتيال السيد حسن رئيس المقاومة أمين العام لحزب الله، واغتيال القيادة كلها سوا لقوة الرضوان، اللي هي هلأ عم تحارب بجنوب، قوة الرضوان لشو عملوا هالأنفاق بجنوب، وهددوا فترة طويلة يعني صرحوا عنها السيد نصر الله الأمين العام المرحوم، هدد عدة مرات وقال إنه الحرب المقبلة نحن رح نفوت على الجليل، مش إسرائيل رح تفوت على الجنوب. أنا أكيد الأنفاق اللي عملوها عاملينها بجنوب كانوا عم بيخططوا تيفوتوا على الجليل، مزبوط، بصيروا ورا، إذا دخلت إسرائيل بصيروا هني وراء القوات الإسرائيلية.
ما بعرف اذا القوات الاسرائيليه اكيد اكتشفوا بعض الانفاق، بس ما اكيد ما اكتشفوها كلها. واكيد اكيد من بعد 2006 حزب الله منه ساكت، مثل ما اشتغلوا حماس بغزه، حزب الله اكيد اشتغل بالجنوب. نعم. ومشان هيك كان دائما حريص حزب الله انه القوات الدوليه اليونيفيل، لانه بيعتبرهم من دول مختلفة وممكن عندها كلها علاقات مع إسرائيل، ما كانت تسمح لهم يفوتوا على الأحياء الداخلية بكل القرى بجنوب. نعم. كانت ما يعني مسالكهم محصورة بالطرقات الرئيسية. فمشان هيك أكيد عنده، لازم يكون. نعم. عنده مفاجآت، عنده مخازن، عنده أمكن هو متحصن فيها، وعنده أنفاق إسرائيل بعد ما بتعرف. نعم، أود أن أشكرك جزيلا على كل هذا التحليل. كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت العميد يوسف الجدم، الخبير العسكري والاستراتيجي.